حول تسوية وضعية عمال الإنعاش الوطني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. فلأحدكم الكلمة، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات والسادة النواب. سيد الوزير، إن عمال الإنعاش الوطني يشتغلون منذ سنوات بل منذ عقود دون احترام لحقوقهم، فهل هناك تسوية في الأفق لتصحيح هذا الوضع الاجتماعي؟ كلمة لكم سيد الوزير للجواب، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب، السيدة النائبة المحترمة. أنا يمكن لي نجاوب أنا باختصار، نقول الحقوق كما هي معترف عليها راه مضمونة، لكن خصنا نشوفوا شنو هما هاد الحقوق. ليسوا بموظفين، إذن ما يمكن لهم شي يعني تكون لا ترقيات ولا تغيير. ليس هم حتى بموظفين مؤقتين، لأن الفلسفة ديال الإنعاش الوطني الكل يعرفوها انحرفت. صحيح انحرفت، ما بقيناش في ذاك الشيء اللي تخلقت من أجله. ربما هذا هو اللي خصنا نسعوا له، وهي أن الإنعاش الوطني إرجع إلى ما كان عليه، وهو المساعدة المؤقتة لمن هم في ضائقة ديال الشغل، ولكن للاشتغال في بعض الأوراش اللي هي أوراش ماشي غنعطيو الورقة ونقولوا له سير تجلس تخلص. مع ذلك يعني هذه شريحة لابد عندها كذلك مشاكلها، ونقوم بالمسايرة وبتحسين الأوضاع ديالها. هذا اللي يجعل أن مثلا التغطية الصحية الاجتماعية كذلك عملناها مع كما هو معمول به في مع الفئات المماثلة، أن كذلك قضية التغطية الصحية هذه الاجتماعية بوحدها لي زاكسيدون دو طرافاي وداكشي، أما يعني اللي عندهم فيها الحق، أما الصحية فنعتبر أنهم يحق لهم أنهم يدخلوا في الرامد تاهما، لأن تيتقاضى واحد الأجر اللي هو أدنى مستوى، هو يعني 2200 ولا 2300 درهم، فيحق لهم أن يلجوا هذا الرامد. ثالثا أننا الآن كذلك نفكر وانطلق العمل مع الوير سي ار، لان يمكننا يساهموا في نوع من المعاش ديال التقاعد. اما الان راه ما عندهم تقاعد، ما كاين لا 60 عام ولا شيء، ولهذا نحاول ان ندخله. والمرحله الرابعه، الحاله الرابعه، وهو حل جميع ذاك الانحرافات اللي جعلت ان العامل اللي دخل الورش ولا تيخدم في بيرو وتيخدم في مكتب، الان راه حنا تنحدوا هذا الشيء وغادي نخرجوه. اللي غادي يتوظف خصو يمشي يدوز امتحانات، واللي بغى يبقى في الانعاش الوطني خصو يمشي الاوراش هما اللي كاينين في الانعاش الوطني. وشكرا. كلمه لكم السيده النائبه المحترمه للتعقيب. شكرا السيد الوزير، ولكن هذا الوضع هذا لا يعفي الدوله من تنظيم القطاع وهيكلته عن طريق وضع نظام أساسي خاص بعمال الإنعاش الوطني. نرد الوضع لما كان عليه، لمن هو في ضائقة الشغل. الكل في ضائقة الشغل سيد الوزير، ولكن هاد الناس هادو راهما كاينين وراهما خدامين، وهذا نوع من أنواع الاستعباد. هذا رقيق أبيض، هذا حشومة في الدولة ديالنا ديال اليوم، يكون هاد الناس مستغلين بهالطريقة هذه. هذه وصمة عار في جبل المغرب. الناس اللي هما كيشتغلوا وما عندهمش السوايع ديالهم ماشي محترمين ديال ساعات العمل، ما كاينش تغطية صحية واخا، ولكن غادي يجري عليهم اللي كيجري على الناس اللي ما كيشتغلوش. ما كاينش التعويضات العائلية، ما كاينش التقاعد، ضدا على جميع المواثيق الدولية فيما يخص حقوق الإنسان وحقوق الشاغلة بالخصوص. هذا وضع اللي هو شاد حشومة، عيب يكون في هذا المغرب اليوم أن يكون الناس كيشتغلوا بهذه الطريقة. وإحنا كنشوفوا مبررات، كاين هذه ما كاينش هذه، لا، كيخص حل، وحل نهائي. هاد الناس هادو كاينين، راهو ما كيشتغلوا وكيعطيوا من جهدهم وكيشتغلوا بالليل وبالنهار. كاين مشكل، ومشكل تشعب ولا كبير، وهي أن كاين واحد التداخل ما بين القطاعات. كاين عسكريين وهما اللي كيشرفوا على الاشتغال ديال المدنيين، كاين الناس اللي هما الانعاش الوطني وكاينين في قطاعات كثيره. هذا المشكل شحال ما بقى، شحال ما تشعب وزاد كبر، حنا كنخليوه يزيد يكبر وكنشوفوا له شي مبررات اللي هي وهي، ولكن اليوم وصل الوقت اللي كيخص يكون حل
وحل اللي هو مقبول، الحل اللي كيشرف وجه المغرب. وكنحمل ايضا المسؤوليه، خساره ما كاينش معنا، ديال وزير التشغيل اللي هو المسؤول على تطبيق مدونات الشغل. حنا مدونات الشغل نطبقوها على الشركات وعلى الخواص، ولكن اللي هما مع الدوله حنا ما نطبقوش عليهم مدونات الشغل. هذا واحد الوضع اللي ما كيخصوش يزيد يستمر. والاجوبه اللي عطيتيني السيد الوزير تلفتيني بها، ولكن ما فيهاش حتى شي حاجه اللي هي مقنعه، ما حتى حاجه ما كتقنع. هذا واحد الوضع اللي هو من الستينات تعمل في واحد الاطار، جبرناه مريح بالنسبه لنا وجلسنا فيه وسكتنا. وصل الوقت سيد الوزير باش يكون تفكير جدي وجدري في هذه المساله هذه سيد الوزير. شكرا السيده النائبه المحترمه، الكلمه للسيد الوزير للرد، تفضلوا سيد الوزير المحترم. شكرا السيده النائبه، فعلا ما غنقنعك وما غتقنعيني لان مختلفين في المنظور. انت يا باغيه توظفي 100 او 120 الف ديال عمال موق، ماشي حتى موقتين، عمال مياومين الذين يشتغلون في الاوراش. وانا تنقول ان هادو ماشي وظيفه، الا بغينا نوظفوهم، الا الدوله قررت انها توظفهم ما كاين مشكل، علاش غنخليو هذا الانعاش الوطني؟ نخلقوا 120 الف منصب شغل وندخلوا هاد الناس وفضينا وسالينا. ولكن المنظور ماشي هو هذا، وليس هناك لا ريق ولا كذا. هذا اللي تيسري عليهم تيسري على العمال ديال الاوراش كلهم. الدوله بغات هي تساهم بحال القطاع الخاص لبعض الفئات ريتما فعلا يجدون الشغل بحال اللي يقلبوا عليه المغاربه كلهم. شكرا سيد الوزير.